يصدق انه عياش بيكون اخي، وكل هذا الوقت انا عم بوص على اخي بايدي. الرجال تبعكن رح يموت. الدور عليك دكتور. اتركه هو، اتركه. اذا بدك تقتل لازم تقتلني انا بالاول. طول بالك ولك جايك الدور. قتلني الي بالاول ولك. معلم زيدان اهدم لك، اهدم لك. رجال وقفوا شوي، اسكتوا لك. على مهلك ماشي تعذبني. وقفوا لا نعمل شو غبي. منيح اللي صرت هون، هيك صرنا مناح يا عزو. معلم زيدان انا عندي خطه. هلا اذا طلعت على هذا الرجال شو بتشوف؟ لا تلعي كثير لك مجنون، اللي بدك اياه يلا. عفوا مو مجنون، انا حدا مستحيل يكرر التاريخ مره ثانيه. هلا شوفوا هالصيدة اللي جبت لكم اياها، بالحقيقة جبت لكم حوت، هذا حوت بس مو من جنس الحيوانات، صعب على حدا عادي يقدر يصطاده. هذا الحوت اصطدناه مثل ما بيصيدوا السمك بسنها. لك حاجتك حكي فاضي ولك، احكي لشوف، اللي رح تقوله بقى، ايه كيف رح تنفذها هلا؟ كتير بسيطة يا معلم، ليكو، طططططا، نرفع هاي ومنضغط على هاي. هوب هوب، ضغط على الزر، لك فيها ولك. هيك بتفجرنا نحن ولك مجنون. قم لي ركبوه لجماعتنا، ركبت له اياها. كيفك فيها؟ مو حلوه هالفكره؟ اسمعني يا اهبل، كيف بتبعت رجال على الموت فاخ فيني مره واحده، داخلكم وثقوا فيني مره واحده بس ما بتقصروا شيء. اخ يا معلم زيدان، خذوا هدول لشوف واربطوهم على ايديكم، يلا سوف نذهب الان الى الهواي مباشره. رجاء انت لا تتعبي حالك، انا بجيب لك اياها. اهلا وسهلا، تفضلي. اخي يا رجل يا شباب والا والله يا شباب ما في شوي فاجعه 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 ممكن تكون ماده اخباريه ممتازه الكل يستسلم ورموا لي الاسلحه يلا بدر الدين بيك تعا يلا يا معلم انت فوت مع تمام بس تمام تبهوا منيح تعال هون بهي الجبال يا ابني اكثر مني مجنون وبحب التفجير ما في بنوب إذا في حدا بيقول إنه في خليه يجي واقف قدامي وأنا بكل مكان وبكل الظروف بنفسه يا شباب أنا مو مثلكن بفصص بذر وبسكوت وطامي وكعك عم تفهموا علي؟ يعني أنا مشكلتي إني ذكي كتير أحسن مو قاعدين فيني أعلمكن التفكير مو صعب بس شغلوا هالبطيخة لبلاسكم يعني شغلوا مخكن مو أكثر يعني بصير أنا المعلم عزو وكلكم بدنا تقولي أهلين يا معلم يا معلم عزو طبعا أنا بتأهل هذا الغد روح عندنا ولك روح يا مشروح إيوة دعوا أنتوا لوراي حبيباتي خلوني شوف شغلي مع دول العالم وهلا يا شباب نحن في عندنا مثل مشهور كتير بيقول إذا ربطت القنبلة لازم تتفجر ولك وقف شو عم تعمل عزو أنت جنيت شي؟ هي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 ه
خذونا هالرجال من هون، يلا خذوه خذوه يلا. حتى من الله بتخافوا؟ لك انتم مسميين حالكم رجال؟ مسدس مي فيه ليش حتى ما يكون في قنبلة مائية؟ مو هيك؟ اسمعوني لا تحاولوا تأذوني ابدا، عن جد استمتعنا كثيرا. ولك انت عن جد عزو المجنون، بس ذكي كثير وعبقري كمان. هلوش هلوش، سمعت؟ سمعت المشاملة اللي قالت لي اياها؟ قالت لي عبقري. هي اكيد بتحبني. انا كمان ما قصرت معي هذا العزو. انت مين اللي ما بيحبك؟ للذكي انت ذكي، وللشخصية شخصية كمان. بعدين بين الناس قلال اللي مثلك. ايه هيك والله. مين ها؟ قلال؟ قلال مو كتار. خلاص عزو اعتبرني ما حكيت.